بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل لموضوع تاني يخص اللوب باك انترفيس، حاجة اسمها OSPF لوب باك بنفت. ايه هي الميزة اللي ممكن احصل عليها اكتر من اللوب باك انترفيس من مجرد ان انا احدد الدي ار والبي دي ار؟ ممكن ان احنا نكونكت على الديفايسز دي عن بعد عن طريق اللوب باك انترفيس، زي ما بنقدر نكونكت على اي راوتر بالاي بي بتاعه. يعني مثلا جوه راوتر الاربع سبعات ده، انا محتاج ادخل على الراوتر ده من بعيد، فلا قلنا انيبل كونفتي، انا هعمل على الراوتر ده اعدادات اوليه اللي معاه اليوزر نيم والباسورد لراوتر 1 هيقدر يكونكت عليه ريموتلي عشان اقدر اكونفجر الراوتر ده من بعيد. فلو جينا هنا كتبنا يوزر نيم ادمن بريفليج 15 سيكريت سيسكو بالطريقه دي، وبعد كده هروح على لاين في تي واي 04 ونقول له لوجن لوكال. يا راوتر استخدم اللوكال داتابيز اللي موجوده عندك اللي هي يوزر نيم ادمن بريفليج 15 سيكريت سيسكو. ممكن يكون جوه الراوتر ده اكتر من يوزر نيم وباسورد، دي اسمها يوزر اند باسورد داتابيز، والبريفليج هي اقصى صلاحيه او اقصى سماحيه للراوتر. فديفايس السيسكو البريفليج بتاعتها بتبدا من 1 ل 15، واحد ليك اقل فاسيليتي او اقل بريفليج، 15 ليك اعلى بريفليج، ليك اعلى الصلاحيات. وبعد كده ادخل على اللاين في تي واي اللي هو الفيرشوال تيرمينال عن بعد من 0 ل 4. من 0 ل 4 يعني 5. ازاي؟ 0 1 2 3 4، دول 5 ارقام. لو في 5 افراد معاهم اليوزر نيم والباسورد صح هيكونكتوا على الديفايس ده، هيعملوا كونكتيفيتي على الديفايس ده. ورحت قلت للراوتر في اللاين في تي واي لوجن لوكال، يا راوتر استخدم اللوجن لوكال علشان تعرف السيستم عن بعد. ودو رايت كده الراوتر ده معدل الدخول عليه من مكان بعيد بالتلنت او بالاس اس اتش. طيب هنروح مثلا على راوتر لشبكه 51 ونجرب منه انيبل، نعمل بينج الاول على اي بي 14.0.0.2، ده الاي بي اللي فين؟ اللي موجود على الراوتر 1، او بينج على 13.0.0.1، ده برضه اي بي على نفس الراوتر. يبقى انا كتبت تلنت 14.0.0.2 هيقول لي اديني اليوزر نيم، اليوزر نيم ادمن، والباسورد سيسكو. كده انا بقيت جوه راوتر 1 وانا في شبكه تانية خالص مستقله عنها. ايوه بس ده احنا هنا ما استخدمناش الاربع سبعات. كويس، اكزت بقى وهقول له تلنت 4 7. ايه ده؟ ده فتح سيشن يوزر نيم وباسورد. تمام، هقول له ادمن واقول له هنا سيسكو. كده انا بقيت جوه الراوتر ده، مع العلم ان الاربع سبعات ده مش موجود على اي انترفيس في الراوتر الا اللوب باك انترفيس فيزيكلي. يبقى انا كمان ممكن اسهل على نفسي، بدل ما انا عندي اي بي ادريسيز مكعبله، يعني مثلا سهل عليك جدا تحفظ 4 7، 4 2، 4 5، لكن هيبقى صعب عليك انك تحفظ 213 17 15 30 او تحفظ 196 215 35، صعب على الاخص لما التوبولوجي بتكبر وفي يكون عندك رواتر كبيره. اما لو انت عندك فروع كتير وفي رواتر مهمه بالنسبه لك، انت تقدر بالخاصيه بتاعت اللوب باك انترفيس انك تكستمايز جوه الراوتنج تيبلز بتاعتك اي بي سهل ليك باستخدام اللوب باك انترفيس في الكونكتيفيتي.
فيبقى سهل عليك مثلا انك تبقى عارف ان راوتر موجود في السويس انه 4 ساعات، او راوتر موجود مثلا في هنا 4 خمسات، او راوتر موجود في البحر الاحمر 4 تلاتات. ودي هتكون جايه من الكونفيجريشن بتاعتك انت ومدى سهوليه الكونفيجريشن دي للتوبولوجي كلها. وبكده نقدر ان احنا نكونكت من اي ديفايس على اي ديفايس. يعني انا هنا خرجت من الراوتر ده، هروح لراوتر تاني خالص بعيد، راوتر 41، اجرب اكونكت على نفس الراوتر واقول هنا تيلنت 4 سبعات يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو. لو قلت له شو يوزرز يا راوتر وريني مين اليوزرز اللي تقدر تكونكت عليه، هيقول لك انا عندي دلوقتي 2 يوزر، واحد جاي من 41.001 بلاين في تي واي 0 والكونسول. الكونسول اللي هو دبل كليك ده الكونسول بتاعنا الانترفيس الكونسول. يبقى انا الجهاز ده فتح 2 سيشن، واحده كونسول واحده لاين في تي واي، واليوزر نيم الادمن هو اللي داخل معانا وجاي من اي بي 41.001. لو اعملنا شي يوزرز ثانيه هنلاقي ان التايم فريم نفسه بدا يزيد برضه. ادي ادمن وهنا عدد الثواني المفتوحه للسيشن بتاعه الكونسول.